والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أما بعد، عباد الله، قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن إذا تدبر آيات القرآن الكريم وخشع لها بقلبه وخاف مقام ربه زاد إيمانا، فحسن عمله طاعة لله ورسوله وارتقى بأخلاقه، فتجده محسنا إلى أهله وجيرانه، متخلقا بالأخلاق الحميدة في معاملاته. فلنحرص على تلاوة القرآن وتدبره والتخلق بأخلاقه، فإن في ذلك سعادة الإنسان في دنياه وآخرته. هذا، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي